سنابل خير تجمعنا، والله الحافظ يحمينا، والقلب يفيض بنا فرحا وبكل أمان يروينا. مع الأيتام لنا قصص تسمو ترقى وتغذينا. ما شاء الله، مشروع البير الخيري، مشروع الحياة، صدقة جارية عن المرحوم أنس قدري الواح واح اللد، جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم، ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخيري في موازن حسناتهم. شكرا لكم يا أهل الخير. ما شاء الله، تقبل الله. الله أكبر.